التعليم، الذكاء الاصطناعي والرقمنة هي المواضيع التي يناقشها صالون إديوكتك في طبعته الثانية، والذي سيكون فرصة الطلبة وحاملي المشاريع لاستعراض أفكارهم وابتكاراتهم وربطهم مباشرة مع المختصين. هذه الطبعة الثانية الهدف منها هو الجمع بين كل الفاعلين المختصين في المزج بين الرقمنة والوسائل التكنولوجية الجديدة والحديثة مع التعليم والتعلم. اتصالات الجزائر بصفته الراعي الرسمي لهذا الحدث يقدم للزوار عروض وخدمات ذات قيمة مضافة، زيادة عن خدمات الانترنت اللي يعرفها الجمهور، الموجهة لزبائن الخواص للحرفيين والمؤسسات. أفكار ومشاريع قيمة شارك بها العارضون في الطبعة الثانية لصالون التعليم والتكنولوجيا جذبت اهتمام زوار المعرض، ومن بينها المنصة الرقمية الخاصة بتسيير المدارس، هذه الأخيرة التي تمكن الأولياء من تتبع مسار أبنائهم خلال تواجدهم بالمدرسة. حنايا فجينا نكسبوزي المنصة تاعنا تاع تسيير المدارس، هي منصة تاع لا جيستيون كامل للمدارس، من سكولاريتي لي بايمون لي روتار، وهي اكوتي عندها ان بلاتفورم تاع لي بارون، هي تسمح لنا البارون يشوف لي زيلف تاعو لي ليف تاعو اذا كان ابسون اذا كان اون روتار، يشوف واش كلاف لا كونتين، يشوف لومبلوا دو طون تاعو لي ديفوار دو ميزون. المعرض الذي يعتبر فرصة الطلبة والنوادي الجامعية للاحتكاك مع المؤسسات والشركات التي يمكن أن تضمن لهم تكويناً تطبيقياً يسمح لهم الولوج إلى عالم الشغل مستقبلاً. جينا باش نحوسوا على فرص للعمل، ولا نحوسوا على مؤسسات تدير دي فورماسيون في المجال تاعنا ولا في المجال اللي رانا انتريسي به، لأنه كطالبين للعمل مستقبلاً عطت فرصة للطلبة الجزائريين أنه يبينوا أعمالهم، يحتكوا بالجانب المهني وما إلى ذلك، وهذه فرصة مليحة لنحن طلبة. مواكبة واقع العصرنة ورقمنة قطاع التربية والتعليم في الجزائر مع الاستعانة بالابتكار التكنولوجي، وكذا تشجيع المؤسسات الناشئة من أجل رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، أصبح ضرورة حتمية.